the candy shop. I'll let you hit the lollipop shop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the مساكم الله بالخير. طبعا اليوم يا جماعة راح نتكلم بفقرة المباحث عن الأشياء اللي أنا شفتها. شفت سبع أشياء. أول شيء أنا شفته الناس اللي قاعد يركضون بالأفنيو. بالضبط ها إحنا قاعد نتمشى ولا شوف اثنين قاعد يلعبون صيدة من صيدة ما ماش قاعد يسوون شيء. يا حمار يركضون بالأفنيو. لا مو ماراثون ما راح تأخذ جائزة. أنا ما أدري ليش قاعد يركضون. والله إحنا جري وخذ جري قاعد يركضون يمنا. عفوا زواره يعني مو عيب اليهال الصغار قاعدين ماسكين ايد خدامتهم وانت قاعد تركض. رياش كبرك لحيه وقاعد تركض واليهال شي طالعك. المفروض اليهال هم اللي يركضون. راضي انا اشوف ياهل بالافنيو يركض بس اثنين شباب قاعد يركضون كبرهم لحيه وصوتكم كذي غلط ليش مره. الشيء الثاني حبيبي ما تعرف تمشي اقعد باي قهوه. ما داعي انا امشي كتفي روح طاخ ولا واحد داعمني كذي وعادي وما يطل ورا ولا يتاسف يعني طف هو كذي. اي كمل شلونك؟ زين في حمار انتحشته كسرت كتفه مساكين يعني اي بنيه تشوفها تسوي كذي معناته بيها دعمها. وايد اشوف كذي من بعيد ناس تسوي كذي اي اح اح ولا ناس ما يعرفون يمشون. يعني ما ادري ادش الافنيو مدرع البس هذول مالوت سياكل وخوذه وادش كذي الافنيو عشان اي احد يحوشني ما اتعور. زين تأسف ادعمني سموح اخوي والله اسف انا حمار ما اعرف امشي عادي لكن تدعم ولا كنا داعم احد. والله اليوم مريت كان اسمع بني يقول حسبي الله عليك يا حمار ما يعرف يمشي ولا بس اول ما قال كذي عرفت انه واحد دعمها لان مبين كان ماسك الجنطه كان طاخ ولا دفتر وي 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 شنو هذا؟ لان بنات فعلى طول اي طقه يدورون يما وايد بنات يدورون بالافنيو جي معناته ان في حد داعمهم طخ يمه ماسك الجنطه جي. الشيء الثالث اللي انا شفته ويا ريتني ما شفته شنو هو؟ صبي لو سمحت اذا تبي تضبط لازم يكون عندك ذوق باختيار البنت مو اي شيء. هذه اوكي عطني ما يصير مو كيفك. دشينا ستاربكس لان صاحبي كان يبي يشتري شغله زين قهوه يعني فوانا قاعد بالستاربكس قاعد اشوف شباب قاعد يطلعون يسار زين قاعد يشوفون شيء يسار ويسوون شيء فالحين بطالع هم قاعد يطالعون شنو وشنو البنيه هذه اللي مطيحتهم شيء بالقاع يعني لهالدرجه وايد حلوه. انا فكرت كذي لفيت وجهي ولا ويع زواع 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 ولا بنتين زين واقفين كذي يعني شنو سلاحف مو حلوين كذي وهذه قصب مصغره خشمها مسكينه كذي بالتنفس مو قادره فتلف وجهها تتنفس بعدين طالعه تخمة تنفس شي مو قادره تنفس عواشه قطه قطه علي اوكي 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 فيني تنفس بعدين تصقر خشمها وع مو حلوين البنات. فانا رديت شفت الشباب انه بشوفهم من صدجهم يعني صدج يبون يضبطونهم طالعت لا صدج صبي طايح على وجهها. فكان البنيه تدش ستاربكس يعني انا ما شفت من تحت شفت بس الوي الوي تي متينه دشت ولا تي متينه حيل تضحك لا لا تسوي روحك مستحيه على بون انت سيلينا جوميز كذي مستحيه مو حلو مو حلو كنت سلطع زين اللي مع سوج بوب. المهم كان وكل شوي طالع يعني تطلب اكسكيوز مي وين فربتشينو كربندوشي ايوه طالع شي وهو مسكين ميت شي قاعد طالعها وهو هي يس وين وين اولي وات تبين شي انت يلا بسرعه بتنفس مو قادره. فقلت حق صاحبي انطر شوي خلنا نقعد زين انا بشوف المشهد اللي قدامي. المهم قاعد اشوف وهي قاعد مسكينه تحاول تضحك وضروس لونهم اخضر مو حلو زين. فقعدت تطلب خلصت كانت تروح تاخذ طلبها زين وتمر يمه وتبتسم اي الكلبه اي الكلبه اشكرك كذي اي لو حلوه ايش بتسوي انت بالله. الشيء الرابع حبايبي الفلبن حبايبي انتم
ما يصورون تيك توك باي مكان ها يعني ما داعي انا قاعد اتمشى بالافنيو اشوف ناس يمشون ورا هالشخص هذا ويقطون ويوهم ام بيبا قاعد يصور لحمه يقطون ويوهم يمشون فقلت شنو هذا طليت ولا بنيه حبيبها ماسك التليفون وهي اوكي اوكي كربونا كورونا يلا كوكوربي 1 2 3 تسوي كذي زين لحظه بالافنيو بنص الافنيو قاعد تصور تسوي كذي والناس قاعد يمرون وراه يقطون يومنا انا قاعد اصور وهو مستانس او يو تم خليت رجع يسوي لك انتم مو مرينا برا على البحر الى ان عادي الفيديو يطلع ترند والبنيه اللي بينت ورا توهق فامها تجي قاطعه هذه مو انت يا حيوانه وين ما شنو ولا بنتها طالعه ورا الكاميرا مسويه شيء هذه مو انت بتيك توك اي الحي والله لا اقول حق ابوك تكفخ البنت على بالنا هذا قاعد تصور بالافنيو وناس وراها قاعد يمرون الشيء الخامس اللي ما يعرفون يلبسون قطرة وعقال افسخ البس بس دشداشة عادي لازم قطرة وعقال النسفات تضحك بالافنيو الحين بعطيكم اول نسفة بس خلنا امثلها لحظة ويت اول نسفة كذي وهذه وايد قدام وين رايح صليبخات ليش كذي والله سيدي جي امشي يعني هذا لو تقز اي احد يمكن يموت يعني لو تلف ويك وتحوش رقبه واحد يمكن خلاص يطيح بالقاع والله تجي وايد طويله هلا 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 ابو جاسم شلونك؟ شوف 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 ايش حالاته شوفها لحظه بس خل اعدل السبعه لا مو عدل ترجع السبعه مو عدل السبعه رجعها شويه يا حبيبي لوين؟ لهارديس؟ النسبه الثانيه كذي لا سبعة لا ثلاثة لا 19 ما ماكو ما ماكو شيء يعني كأنك لابس هذا مال الشيف اللي تطبخ ليش لابس قطرة وعقال ما دام ما تعرف تنسب والله جي هلا 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 ابو خالد شلونك؟ تبي قهوة عاد الله قطرة وعقال ودشداشة وقهوة اوه على بالك الحين قطرتك وايد حلوة وايد يعني قاعد تدعي جي نسبة ليش كذي؟ ولا قذلة هذه أنا ما أدري نسوي استشوار بالنسفة عيب والله تضحكون النسفة الثالثة كذي طبقات يعني أوكي السبعة كانت صح لما تصعدون شوية ليش سما شنو أنت سندويتشة ليش كذي؟ وين راحت القطرة أصلا ليش مصفطها فوق راسك كذي هلا 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 أبو إسماعيل تطيح يعني خلاص أنت صح لا يصعدها مرة ثانية تي هلا 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 إيه يعني لا تعاملها معاملة كريمة هذه اللي بش اللي فوق الكيكة يحطونها ويمشي تي فتنقز مو راكب إبل أنت قاعد تمشي عادي ليك حبيبي النسفة اللي وراها ما أدري أي رقم وصلنا كذي يعني إحنا جايبين من لاتش بالأفنيو حق أي أحد يبي يضبط بسرعة تي يتزوج تفضل يبوه هذا يقعد كذي يقرا هذا المهم انزين اوكي عادي هالنسبه هذه بس ليش قاعد تمشي كذي هلا هلا شلونك ابو خالد هلا والله شلونك والله احنا رحنا ذيك المره بنيه تمر شوف ايش حالاتها يا الحلوه زين عادي ملاتنا شويه نهدي الموضوع يعني احس هذا لو يركض يعني لو يركض هذا تنفج فيطير هو ايوه هذا الطيران ويصعد ينزل فوق البيت ها وصلنا البيت من غير سياره شكرا حبايبي اهلا اهلا يلا ننزل الصاله انت مو لعبه ليش كذي يعني ما والله يا جماعه قاعد اضحك على النسبات اول نسبه هذه البوز احس يعني هو سهم يعني هو سهم شو الحين اوريكم ليش قلت كنا سهم لان كنا بوصله يعني مثال يا واحد خوي وين هارديز شي طالعنا زين وين تبي نروح الحين يعني اتجاه عرفت سهم اخ تعبت والله العظيم تعبت الباجي نسيتهم والله العظيم نسيتهم نسيت اكتبهم الباجي بس المهم ان هذول يعني يا رب اخبطني قاعد اضحك وايد المهم هذه هي اليوم فقرتنا اتمنى انكم استمتعتوا ها؟ وبس والله